بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الغالية، احذروا جيدا من 3 أعراض لا يخلو منها أي سحر على الإطلاق، فهي موجودة في كل الأسحار. بمعنى أدق، من وجدت عنده هذه الأعراض الثلاثة فليبحث في ذاته جيدا وليفتش عن نفسه، فإنه مصاب بالسحر قطعا. ما هذه الأعراض الثلاثة؟ ولماذا هي موجودة في كل الأسحار؟ وكيف نحمي أنفسنا منها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بأمر الله جل وعلا، فكونوا معنا وتابعونا حتى النهاية. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أعراض السحر كثيرة جدا، ولعل السبب في ذلك أن أنواع السحر نفسها كثيرة، فلما كثرت الأنواع كثرت الأعراض. فهناك السحر المأكول والسحر المشروب والمرشوش وسحر التغطية والأثر والتأثير والإرسال عن بعد وسحر الكواكب والنجوم وسحر التفريق بين الزوجين وسحر التعطيل وسحر الربط عن الجماع وسحر المرض والموت. كثير جدا من أنواع الأسحار التي لا يمكنني أن أحصيها لحضراتكم عددا. مش كده واس، أحيانا يكون نوع من أنواع السحر ويتفرع تحته أنواع، يعني مثلا زي سحر التعطيل. هذا السحر ليس سحرا مستقلا بذاته، وإنما هو في الأساس نوع من أنواع السحر يسمى سحر التعطيل. هذا النوع نفسه بتتفرع منه أنواع، يعني عندك سحر التعطيل عن الزواج، وسحر التعطيل عن الخطوبة وعن المشاريع وعن المصالح وعن الوظيفة وعن السفر وعن الكسب والربح والتجارة إلى غير ذلك من أنواع السحر التي هي أصلا تندرج تحت سحر التعطيل. لكن ما الجديد في هذه الحلقة؟ الجديد في هذه الحلقة أنني جئت لك بثلاثة أعراض هي موجودة في كل الأسحار التي ذكرتها لك سلفا. لأجل هذا، هذه الأعراض إن وجدت عندك أخي الحبيب، إن وجدت عندك أختي الغالية، فلنبحث عن أنفسنا ولنفتش في ذاتنا جيدا، لأننا قطعا إن ظهرت علينا هذه الأعراض فنحن مصابون بالسحر. هذه الأعراض، أولا الصداع. أكبر عرض من أعراض السحر يا جماعة الخير هو الصداع، ولكن ليس أي صداع، لأنه أحيانا يكون الصداع بسبب مرض عضوي أعزك الله في الجسم. يعني الصداع ده سبحان الله ترمومتر الجسم، يعني إنسان لو جاع يصدع، لو عطش يصدع، لو سهر يصدع، لو نم كتير يصدع، لو شبع يصدع، لو عطش يصدع، سبحان الله العظيم أي حاجة ممكن تخليك تصدع. لكن أنا أتحدث عن الصداع الرتيب. إيه الصداع الرتيب ده يا مولانا؟ الصداع الذي يترتب معك في ساعة من النهار، يعني مثلا تيجي بعد العصر وتصدع. الصداع ياخد ساعة ساعتين ويروح من نفسه من غير ما تاخد له أي مسكنات ولا أي مهدئات. الصداع ده اسمه صداع رتيب. هذا الصداع سببه السحر. مثلا الصداع يجيك بعد الظهر أو قبل الظهر، ياخد ساعة ساعتين ويروح كده من نفسه. كل يوم في نفس الوقت وفي نفس الميعاد في نفس الساعة في نفس الدقيقة يأتيك هذا الصداع. بعد ذلك يذهب الصداع من تلقاء نفسه دون حتى تأخذ له أي علاج أو أي مسكنات. ده إحنا بنسميه الصداع الرتيب. هذا الصداع الرتيب إن وجد عندك أخي، فاعلم أنك قطعا مصاب بالسحر. يعني أول عرض من الأعراض المهمة جدا لأي سحر من الأسحار التي ذكرتها لحضراتكم آنفا هو الصداع. العرض الثاني ألم الظهر. وألم الظهر أحيانا يكون ألم في أسفل الظهر أعزكم الله، وأحيانا يكون ألم في أعلى الظهر، وأحيانا يكون ألم في منتصف الظهر، على حسب نوع السحر اللي عندك أو على حسب نوع السحر اللي هو معمول لك. لكن على كل حال، إن ظهر عندك هذا العرض اللي هو ألم في الظهر، فاعلم أنك قطعا مصاب بالسحر. طيب يا مولانا، تقول لي ممكن يكون برضو ألم الظهر نفسه مرض عضوي وليس يعني عرض من أعراض السحر، فكيف أعرفه؟ المرض العضوي أحبتي في الله يعرفه الطبيب. يعني مثلا ألم في الفقرات، على أي اختلاف احتكاك في الفقرات، عندك الغضروف، عندك كذا، الطبيب بيعرف. لكن أحيانا تروح للطبيب نفسه يحتار، يقول لك مثلا من هوا المروحة، أو مثلا عندك شوية إجهاد، أو مثلا أنت اشتغلت كتير. فبص تحس أنه من السبب مقنع، لكن الألم موجود والألم شغال وبتاخد في العلاج وبتاخد في المسكنات والأطباء احترت فيه. اعلم حبيبي في الله أن هذا الألم الذي هو في الظهر أو في أسفل الظهر أو في أعلى الظهر، إنما هو سببه السحر الذي عندك. يبقى دي العرض الثاني. احنا قلنا العرض الأول الصداع، العرض الثاني ألم في أسفل الظهر، العرض الثالث الأحلام المخيفة والفزاعات والكوابيس الليلية. تشوف في الليل أشباح سودة، جن، عفاريت، ناس متلتمة بتجري وراءك تريد أن تقضي عليك، تريد أن تقتلك، تريد كيت وكيت وكيت. أو ترى مثلا قططا سوداء أو كلابا سوداء أو نمورا سوداء أو أسود أو تعابين، حاجات كده تخوفك في الليل. كل هذه عرض خطير ومهم جدا من أعراض السحر. طب أي سحر يا مولانا؟ مأكول ولا مشروب ولا مرشوش ولا تغطية ولا نجوم ولا طلاسم ولا إرسال وتأثير عن بعد ولا تعطيل ولا ربط ولا مرض وموت ولا
يقول أي سحر؟ لا يا حبيبي، قلت لك هذه الأعراب إنما هي توجد في كل الأسحار، عشان كده أنا خصصت لها حلقة بذاتها، حلقة منفردة. لو وجدت عندك هذه الأعراب فنقول لك لازم تبحث عن نفسك، لأن الأعراب دي للأسف منتشرة وموجودة في كل الأسحار. طيب يا مولانا، أنت برضو إيه تركتنا في بحر لجي، احنا كده مش عارفين. افرض واحد ظهرت عنده هذه الاعراض، او افرض واحده ظهرت عندها هذه الاعراض، لكن هي برضه لسه مش عارفه نفسها معمول لها اي سحر، وهو برضه لسه مش عارف نفسه معمول له اي سحر، يا ترى سحر ماكول ولا مشروب ولا مرشوش ولا اي نوع من انواع السحر اللي حضرتك ذكرتها. حبيبي في الله الامر ميسور ان شاء الله، احنا بس انا حبيت احط رجليك على اول محطه، ان الاعراض دي لو ظهرت عندك انت لازم تبدا تدور وتبحث عن نفسك، بعد كده المحطه الثانيه هتذهب الى راقي شرعي، ستقول له هذه الأعراض، وأكيد هتظهر عندك أعراض ثانية، أعراض السحر ده نفسه، يعني هو أي نوع من أنواع السحر. بجانب هذه الأعراض بكل أعراض ثانية، بمجرد أنك أنت تحكيها للراقي أو للمعالج بالقرآن الراقي الشرعي، سيقول لك نوع السحر الذي عندك وكيف تعالجه وكيف تتخلص منه بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب يا مولانا، أفرض أنا ما كانتش تظهر عندي غير هذه الأعراض، الأعراض دي بس هي اللي بتظهر عندي، ما فيش أعراض ثانية عندي، نعمل إيه عشان نتأكد ونطمن على نفسي؟ كل اللي هتعمله حبيبي في الله انك هتسمع الرقية الشرعية. تسمع ايه؟ الرقية الشرعية. بمجرد ما تسمع الرقية الشرعية ستظهر عليك اعراض اضافية بجانب هذه الاعراض، هذه الاعراض الاضافية هي التي ستحدد نوع السحر الذي عندك. بمجرد ما حددنا نوع السحر الذي عندك، العلاج بعد ذلك ميسور. احنا دائما نقول مرحلة الاعراض اهم من مرحلة العلاج. ليه؟ لان الاعراض هي التي ستعطيني التشخيص الصحيح، نشخص صح فنعالج صح. إذا كان التشخيص غير صحيح فالعلاج لن يأتي صحيحا. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.